الصحافة الوطنية تواصل نقلها لمجريات الحملة الانتخابية التي تشيك على إتمام أسبوعها الثالث والأخير بنقل نشاطات المترشحين الخمسة. صحيفة الشعب كتبت في صدر صفحتها الأولى عن تباين مواقف المترشحين وتقاطعها حول رفض التدخل الأجنبي، وهذا في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية. فاليومية نقلت تعهدات المترشحين في اليوم 17 من الحملة الانتخابية. يومية النصر بدورها عرجت على مجريات السباق الرئاسي، وعنونت صفحتها الأولى باستحقاق 12 ديسمبر استكمال لمسار ثورة أول نوفمبر، مقتطف من كلمة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من وهران. شروق اليومي أتت صفحتها الأولى بعنوان يخص المناظرة المرتقبة للمترشحين الخمسة، هذه خطة الخمسة لمناظرة الجمعة. ونقلت الصحيفة ما صدر عن مديرية الحملة الانتخابية للمترشحين جاهزون للمواجهة والمكاشفة لا تخيفنا. من جهتها تناولت صحيفة أوريزون الصادرة باللغة الفرنسية المناظرة التي ستجمع المترشحين الخمسة الجمعة المقبل، فالجريدة أوضحت أن المناظرة ستنقل على كل القنوات التلفزيونية وستنشط من قبل صحفيي القنوات العمومية والخاصة، ومدتها قد تصل إلى 3 ساعات. أما جريدة الإكسبريسيون فتطرقت في الركن المخصص للرئاسيات إلى تصريحات المترشحين في خرجتهم إلى ولاية الوطن، بحيث نقلت نشاطات المترشحين الخمسة في اليوم 17 من الحملة الانتخابية.